فانا اعتقد ان ان ده دا يعني دايما وده دا بيتكرر لكده في الحوادث اللي حصلت بكده ان معظم النواب وانا انا واحد من النواب بطالب دايما حضرتك بسرعه القصاص العسكري وهناك الكثير من النواب سيطلبوا بكره اللجوء المحاكمات العسكريه فورا وده سيادتك مطلب عند معظم النواب يا جماعه كده ما ينفعش في محاكمات عسكريه ما يتساوش بالمنظر ده سنين وخمس سنين وست سنين وقاعدين بربي فيهم في السجون مزبوط. لا فمطلوب وستك هتسمع يعني أنا بقول لك ده هتجلجل القاعه بكره ان لازم كله هيبقى فيه مطالب برؤساء الهيئات البرلمانيه بالذات هيقوموا كلهم يتكلموا بتاع العزاء. هتطلع بقى تلاقي لك بعض الاشاوس يطلع يقول لك لا للمحاكمات العسكريه والقاضي أوه. الطبيعي والكلام اللي احنا بنسمعه ده من بعض الناس الحقيقه اللي معهوش ابتدائيه <applause> اساسا. <applause> تمام بيزعجنا النهارده للامن القومي وامن الوطن دي خطوط حمراء اي يا انا مش طالب حاجه استثنائيه دي حادثه ارهابيه واحد شايل سلاح وبيضرب شرطي جيش او شرطه. قاضي طبيعي ايه؟ انهي قاضي طبيعي؟ امال لما اوديك القضاء العسكري امتى؟ لما يعمل ايه؟ بس فالمفروض النهارده طبقا لقانون الارهاب وتبقى خلاص انت بتخرب منشاه عامه بتخرب منشاه خاصه بتهدي انت فاكر في حضرتك المثل اللي احنا طول الوقت كنت بقوله ومش عارف الحقيقه عشان بس النشطاء يفرحوا وينبسطوا الارهابي اللي كان اسمه عادل حباره واحد ارهابي ها. قتل 25 بطل من جنودنا في سينا اللي كانت اسمها مذبحه رفح قتلهم ومتصور ادله و... ادله ايه؟ ومعترف يا حاجة. ريس وقف قال لك ايوه قتلت وكان في محاوله هرب منه اثناء أه. ترحيله مره وفشلت وقال لك لو كنت هربت نجحت في الهروب كنت عملت مذبحه أعمل تانية ومع ذلك قعد خمس سنين ونص يتحاكم قدام قضيه الطبيعي خمس سنين ونص أه. ويتعدم وبعدين يرجع تاني نقد مش عارف ايه وكذا لحد ما في الاخر معدوم من كام شهر بس ده يعقل إم انت ده يروح محكمه زي... أه. قاتل 25 عسكري بدم بارد ومعترف والمدنيين وبتوع والمع... حقوق الانسان يقول لك لا مفيش حاجه اسمها محاكمات عسكريه يتحاكم قدام قضيه المدني الطبيعي. احنا بنتحارب م... م... من من عده دول لان يعني احنا الحرب بتاعتنا ديت مش ارهاب انا بوضح برضو شويه مع حضرتك ان 93 و94 انا آه كنت آه في اسوان برضه آه حضرتك آه في التوقيت ده كان النهارده كان فكر عقائدي <applause> عقائدي صرف من جماعات متطرفه جهاديه. انما النهارده احنا بنحارب مجموعه تنظيمات دوليه وفي منهم اعلاميين يعني منهم ولا مش دين واجانب وموجودين في لي فلوس ولا دين ولا مش دين يعني صح. الخيال. اللي كانوا طلعوا ايام الخيام مرسي ودعا للجهاد وداهم سوريا عشان يجاهدوا قامت 30 يونيو معظمهم رجع تاني موجود صح. الانفلات وفترة حكم مرسي السنه دي مش بس بعد ده فتح الباب لبعض المجاهدين, فتح المجاهدين الباب. اللي في افغانستان والسودان ومش عارف وكذا واحتضنهم هنا احتضنهم وكله رجع واللي وما يحدث في ليبيا من انهيار الجيش هي. الليبي والاسلحه فكل ده ادى مرتع وجود اسلحه هنا عندنا موجوده فعشان يبقى هو ده الوضع الحالي بجانب ان في دول معاديه لينا واحنا يعني احنا ما بنحاربش ده ده بنحارب عده دول حضرتك والدنيا كلها عارفه هذا الموضوع فالعمليه انا بقول مش سهله مش سهله ودي مطلوب مننا تكاتف الشعب كله بالكامل وانا على فكره انا زرت ورحت زرت الشهداء مع اللجنه المصابين بامانه ستعمل حاجه تفرح يعني صحيح. بشوف النهارده بتاع الساق قاعد رجلين الاثنين مبطوره وقاعد وقعد ايديه وقاعد بيبتسم ويقول لك انا نفسي اروح تاني وروح المعنويه في السام ويقول لك هنزل تاني هو ده الجند المصري هو هم دول مصريين حاجه لا حاجه بامانه حاجه فوق منتهل الخيال في منتهى ال... في منتهى الاستثناء يعني الطبيعه البشريه عكس كده يعني انا وانت 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 وانت, وإنت وانتو وعوام الناس ايه وعوام, وعوام الناس آه. الخوف طبيعه بشريه فيه انا لما وانا ب... ماشي في الشارع وسمعت مش عارف ايه بجري لما اعرف ان في حته فيها لا باش ما بروحهاش لما اسمع ان في خطر على أولادي اخدهم واحضرهم مش عارف كذا لكن الحقيقه عساكرنا في الجيش ولا في الشرطه بيسمعوا ان الحته فيه لبش فبيقدم للتطوع روح عشان يروح هناك روح عايز يروح لك عكس الطبيعه البشريه <applause> عاوز يطلع حاجه <applause> في منتهى الغرابه في ضابط صديق ليا كلمني وقال لي ما تعرفش حد في الداخليه ومش عارف ايه قلت له أنا؟ قال لي انا مقدم طلب عشان اروح كمين مش عارف ايه قلت له مش الكمين ده اللي بيتضرب كل شويه <applause> قال لي ايوه انا عايز اروح هناك عشان ضابط صاحبي استشهد هناك فانا عايز اجيب حقه فبقول له يا ابني مش يعني مش منطقي ازاي بالعقل يعني. ما يستوعبهاش آه. بالنفس البشريه القائمه على الخوف هو قال لك لولا الخوف لاهلكتم لأ انفسكم ومع ذلك يقول لك انا عايز اروح اقف مكانه في الحته اللي انا عارف ان انا ممكن استشهد فيه والله استمر كمان ده في حاجه كمان ظاهره ممتازه في قوات المسلحه والشرطه ان في ناس اللي خرجت بتقول وبتنادي بتقول احنا مستعدين نيجي ادونا سلاح ورجعونا, تاني واحنا عايزين نيجي ودخلونا أه. في سيناء و...